السلام عليكم غزالات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو اليوم غادي نحضروا بغرير تيدار بالمقله ديال الطين، ياك ماما؟ ديال الفخار. ديال الفخار. غادي نديروا حنايا هذا البغرير، هذا هو عادي اللي تنديروه دائما في المنزل ديالنا وتينجح معانا. ممكن ديروه كما غادي ديروا ماما هنايا بالسميده، ممكن ديروه بدقيق القمح. المهم هذا هو البغرير ديال ماما اللي تيجي رائع بزاف، مختلف نهائيا على زعما ماشي تن الاطراء ليها، ولاني فعلا البغرير ديالها تيكون مختلف سبحان الله العظيم. المهم دابا غادي دير هي البغرير ديالها عادي، وغادي ناخذ نشوفوا الطريقه باش غادي نطيبوه في الفراح في الفخار ولا في المقله ديال الفخار. ديال الفخاريه مع المقله ديال الفخار صحيه، ومع هادشي اللي ولا هاد سمعنا كيفاش شنو كيتقال عليها تماما. هي اللهم ان شاء الله غادي نحاولوا باش نديروه في هذيك المقله ديال الفخار. عندنا هنايا 500 غرام ديال السميده دقيقه، نص كيلو ديال السميده دقيقه، السميده العاديه اللي كنديروا بها البغرير ديما. عندنا هنايا بالنسبه قيمة كنعبروا بداك الكاس اللي كنسميوه ديال العلبه، نعبروا كاس اولا نهزو بالمعلقه مثلا. ماما راه كدير عينها ميزانه ماما. اي انا كدير عيني ميزاني، ولكن دابا معالق هما راه عامرين، اربعه ديال المعالق ديال دقيق الفورص، اولا كما قلنا كاس ديال العلبه نص كيلو. وعندنا هنا المليحه، وعندنا الخميره ديال الخبز، واحد الخميره ديال الحلوه. بالنسبه للخميره ديال الخبز ديجا دارتها باش تفاعل. اييه تقريبا هنايا نص ديال المعلقه كبيره اولا معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز. خوينا عليها شويه ديال المدافي، غادي نديروا المليحه، غادي نزيدوا هذيك الخميره ديال الخبز، خميره المعجونه ولا حبيبات، هذه راه عندي درتها انا حبيبات. كنزيدوا الماء دافي اللي غادي يكفانا باش تجمع لينا البغرير ديالنا، نخلطوا كل شيء الا الخميره ديال الحلوه كنخليوها هي الاخر. اييه صافي، كنخلطوا عبر رؤوس الاصابع كصافي. دابا غادي نديروه في الخلاط، هاد البغرير ديالنا غادي نديروه في الخلاط حتى ما شفتو. راني ما وريتكمش الماء شحال، ولكن عادي الماء راه حنا كنديروا عندنا ميزاننا. عاد كنضيفوا هذيك الخميره ديال الحلوه، وغادي تاخذ دابا الطحنو عادي. وها هو دابا من بعد ما طحنا البغرير ديالنا، ها هي الكثافه ديالو كبدا تتكون. اييه ها هو يا، حيت ما قلناش ليكم الماء شحال، غير بالنسبه على حساب السميده، كاين السميده اللي تهز شويه الماء وكاين اللي ما كتهزش الماء. المهم ها الكثافه ديالو هي هذه، راه كيكون خفيف شويه ما كيكونش ثقيل، ومازال غيزيد يشرب حيت السميده غتزيد. اييه هو راه غادي يزيد يتقال، علاش؟ حيت السميده غادا تزيد تشرب. ديك الساعه عاد ناخذ ان شاء الله ونبداو نطيبوا البغرير ديالنا ان شاء الله. غادي نخليه ونغطيوه بواحد حاجه ندفيوه، ونحطوه في واحد المكان اللي هو مطرف يكون دافي، حيت دابا راه كاين شويه ديال البرد، حتى يطلع لينا ونشوفوا ولاو فيه واحد الفقاعات، عاد ديك الساعه نبداو نطيبوا فيه. وهنايا كما تتشوفوا معنا، ها هي المقله ديال الطين ولا ديال الفخار. هي درناها اول عمليه هو درناها تتسخن مزيان مزيان، ياك ماما؟ هي خصها تسخن مزيان ضروري، مزيان تسخن. حنا بالنسبه لهذه المقله راها جديده، راه هذه اول استعمال ليها. كما شفتوا معنا في المشتريات ملي جبناها وريناها لكم كيفاش داير الشكل ديالها، يعني انا يلاه جابتها دابا ميم با دو جوغ باش جبناها. الطريقه ماما باش ولات عندك كحله بحال ما هكايا، دهناها بالزيت هو الاولاني، زيت نباتي عادي. اي ديريكت دهناها بالزيت ودرنا دينا عند مول الفران بات تعدو في الفخ، بات في الرماد، بات في ديك العافيه ديالته حتى كحالت شويه عاد تبدل اللون ديالها. صافي باش ما تطرطقش لينا على النار. ودابا جناها دابا راه سخنات مزيان، ولكن حنايا كما عقلنا حنا بكري كانوا كيديروا هذا الفراح، هذا الفراح ماشي هادي، وكيدهنوه بشويه الصابون، الصابونه تكون نقيه، هاد الصابون ديال الحجره، ديال الحجره، دهني بها بحال ما هكايا شويه، غير شويه
وكتزيدي تمسحي واحد زويف ديال البطن كتمسحي. ملي كنمسحوا هذا الصابون هذا راه ما كيبقاش وما كتبقاش حتى الريحه ديالو، ما كيبقى والو لا مذاق ولا والو. حنايا دابا بعد ما مسحناها ناخذوا الخليط ديال البغرير ديالنا اللي راه طلع. اييه طلع. صافي دابا غادي نخليوه حتى يطيب عادي كما البغرير اللي كنطيبوه عادي. هذه الوالدة ديالي كانت كطيب هذا الفراف، هذا الفراح بحال ما هذا، هو ما كانش عنده هذا اليد، كان الفراح عادي وكتيديروه على الفرنو وكاين ملي كيسخن كيدهنوا بداك الصابون الصفر، هذا الصابون العادي ديال المنجل، وكيمسحوا مزيان وكيطلع عليهم البغرير ما كيلصقش ليهم، وزعما ما كيكون فيه لا مذاق لا والو. ملي كتسخن راه كيطلعوا هاد الجنيبات ديالها، كنعرفوها صافي راه طابت، كندوزوا معاها بحال ما هكا صافي. دابا راه غادا تقلع، ها هي تقلعات شيا، كنقلبوها مازال شويه، تيبقى اختياري هاد الطريقه ديال القليب ديالها. اييه ماشي مشكل، كاين اللي كيطيبوا من الوجه، حنا كنقلبوا انا وكنطيبوا شويه من الوجه، كاين اللي ما كيبغيش راه كيخليه غير بحال ما هو كنا عادي. ها البغرير ديالنا هانتوما شوفوا البغرير كيفاش تيجي، شوفوا هانتوما البغرير كيفاش جات. يا سلام تبارك الله عليك ماما. طيبك غنعاودو تاني نكرو العملية، هكا شوية ديال الصابون وهاد الزويف هدا يكون ديال القطن باش ميلصقش لينا. بالنسبة هو البغرير ديالنا كيفاش طلع، شوفو كيفاش ولا داير. واخا حنا الهدف من الفيديو ماشي هو البغرير، وإنما الهدف من الفيديو هو نتقاسمو معكم الطريقة ديال هاد المقلة هادي باش نشجعوكم باش تاخدو كلكم مقالي ديال الفخار. هاد الفخارة ديال عادي اللي ما مجلش، اه راه ما مجلجاش فعلا، ماشي بالضروره انه الصابون ديرو ما بين بغريره وبغريره. صافي ومع المده ان شاء الله راه ما تبقاوش ديروا الصابون ما والو، حيت صافي ستولي هذيك ما تتلصقش فعلا. ها هو كيفاش تيجي البغرير ديالي، شوفوا كيفاش تيجي ناجح. دابا انا غادي نستمروا بحال ما هكايا حتى نكملوا كلشي ديك الكميه ديال البغرير اللي كاينه عندنا. اييه تبارك الله ماما، تبارك الله عليك. اييه المهم البغرير ديالنا في المقله ديال الطين، ديال الطين هانتوما شفتوه كيفاش جرى. على الانسان كيحاول مع واحد الحاجه راه كتنجح ليه ضروري فعلا. ومن ناحيه البنات اللي غيقولوا لنا على الصابونه ما تتكونش فيه المذاق ديالو ابدا ابدا، وحاجه صحيه وحاجه طبيعيه ناكلوها وحنايا بالنا مهنيه كمان. اييه جربوا عيري جربوا بعدا كنا ما كتبقاش الريحه ما كيبقاش المذاق نهائيا، وهي كتساعدنا على هذا، كتساعدنا على هذا المقله باش تولي شويه تولي رطبه. ومع المده راه الواحد ما غاديش يبقى يدير، حيت كل ما استعملناها كل ما ملاست اكثر واكثر. انتوما شفتوا تبارك الله البغريره كيفاش جات طايبه كامله من الوسط ومن التحت ومن كلشي. دونك حنا غادي نستمروا بحال ما هكايا. بالنسبه للكثافه ديال البغرير شفتوا كيفاش نو كان خلطناه جاري، شوفوا كيفاش تيولي دابا معاه تيشرب وتنفخ، ها هو كيفاش تيولي. دونك حنا غادي نستمروا بحال ما هكا، نوريكم نتلاقاو ونوريكم الشكل النهائي ديال البغرير ديالنا. وها هو الشكل النهائي ديال البغرير ديالنا، حاجه صحيه لذيذ بزاف، بغرير ديال جدود جدودنا. تبارك الله عليك ماما، تبارك الله عليك فريمون. بصحتكم اللي صايبو وطلع ليه بحال ما هكا بالصحه والراحه، بغرير صحي 100%. اييه صحي، وراه ممكن انكم حنايا ماشي تقاسمنا معكم الطريقه ديال البغرير، ولكن حنا راه ماشي بغينا نتقاسموا معكم المكونات ديال البغرير، راه كل كيفاش نتي يعتمد مكونات مختلفه، ولكن بغينا نتقاسموا معكم هذه المقله هذه ديال دابا راه باقا سخونه سخونه ها هي.
ولي راه يمكن لينا نطيبوا فيها حتى مسائل اخرين بحال البيض بحال شي بزاف ديال الحوايج كنطيبوهم وعاوتاني كنطيبوا في شي حاجه اللي هي صحيه. فعلا حنا قدمنا هنا مع زيت الزيتون زيت الزيتون ديال العطاويه ومع العسل العسل الحر ونتمنى فعلا انكم تجربوا هذا البغرير ديالنا. حاجه اخرى ما حدنا تنهضروا على الطين في هذا الفيديو هذا بغيت نتقاسم معكم هانتوما اللي بغيت باش نقول لكم بانه هاد سميتها هاد المقله هذه ديال الفخار ولا ديال البغرير هي وهاد تاكره هي وهاد الطاجين راه كلهم فاش جبناهم كان الشكل ديالهم بحال ما هكايا راه ديجا وريناهم لكم فاش الا جبناهم راه باقيين جداد الطاجين عمرنا ما طيبناه فيه كذلك هاد التاكره هي شتي الطاجين كيفاش ولا اللون ديالو دابا غسلناه شتي بالماء ها الماء ها هويا ونتضر دوك القشور ديال الخضار ديال الخيزو ديال البطاطا البصله كلشي دوك القشور ديال الخضار ودرتهم فيه وخويت عليهم الماء وشويه ديال الزيت. هاد العمليه دارتها من بعد ما انها شبعاته بالزيت وخلاته ليله كامله هو ايوا مشى للفران وبعد ما جا شديته درت دوك القشور ديال الخضره معاه هو كبير انا ما محتاجاش ليه دابا نطيب فيه محتاجه عندي واحد هذا ان شاء الله الا كانوا الاولاد مجموعين حيت كبير بزاف عائله الا كانت العائله مجموعه وداك الشيء درت فيه قشور ديال الخضره كلشي القشور اللي عندكم ديال الخضار وعمرت عليهم بالماء ودرت واحد شويه ديال الزيت ورديته فوق النار بحال راه مطيبات شي طاجين اييه بقى كيغلي يغلي واحد شويه صافي وخويته وغسلته دابا صافي راه هو ينشف وغادا نخبيه في البلاكار ديالي حتى الوقيته اللي بغيتو نطيب فيه. بالنسبه لهاد التاكره هذه حتى هي نفس الطريقه ما درتش ليها بالحق ديك الخضره وداك الشيء درت ليها غير سمو المعير داك الزيت وتحمرات هذه راه كنطيبوا فيها البيض كنطيبوا المهم اي حاجه اي حاجه الحوت اي حاجه كنطيبوا فيها. انا فيها كويره تنشوفها تنتفكر طويج ديك مايطيشه مع الكويرات ديال الكفته تجي فيها رائعه بزاف. وهاد هذه شوفي حيت طيبنا فيها البغرير كيفاش اللون ديالها راه حتى هادو مع الطياب غادي يرجع اللون ديالهم وغادي يزيدوا اللون ملسين. هذه غير مره واحده وشو كي ولات تبرق. اييه بالنسبه لهاد القله هذه راه غادا تبقى اللون ديالها بحال ما هو كنحاولوا نغسلوها من التراب صافي وكنعمروها بالماء وبالصحه والراحه. قالت لكم الا عندنا وحده اخرى راه هي هذه قديمه وشويه بحال اللي كتبان فيها واحد الكحوله هذه الكحوليه كما قال الدكتور الحليمان هي ديال داك الماء اللي تيبقى يخرج داك الكركاس ديال الماء اللي بقى يخرج ديك البيوضه بحال ما هو وهاد الكحوليه هذه راه كنغسلها انا بالحلفه والصابون وما كنحيدش ولكن دابا انا غادي نحيدها وغادي نعوضها بهذا ان شاء الله. ايوا وكدايا غادي نختم هاد الفيديو ديالي ها هو البغرير ديالنا كيفاش جا. حاولنا من هاد الفيديو هذا باش نشجعوكم والبغرير راكم عارفين هو اصعب الطياب ديالو صعيب بزاف اي فعلا ماشي بحال حويجات اخرين مسمن ولا غيره تنديروا الزيت دابا هذا راه ما تنديروا لا زيت لا والو يعني تيكون صعيب باش يصدق وها نتوما شوفوا كيفاش جا في المقله ديال الطين يعني انه ما يبقاش عندنا شي عذر باش يكون عندنا المقالي غير صحيين في الدار ياك ماما تمام ونقول لكم تبارك الله على جدودنا اللي كانوا الله يرحم اللي ماتوا والله يطول في عمر اللي بقاو تبارك الله عليهم الذكاء ديالهم سبحان الله بهاد الطريقه كيفاش كان طيح علينا حنايا باش نديروا الصابون الصابون وكيدهال بحال هادو راه كيطيبوا فيهم حتى بالسمان يطيبوا فيهم كلشي كلشي خنفره كيطيبوا فيهم قلت لك البغرير هو اللي صعيب وطاب دونك اي حاجه غادي تمام ملي طيب ملي نجح فيها البغرير معناه هذا راه حتى المسمن وكلشي غادي يجي فيها وان شاء الله غادي نشارك معكم المسمن فيهم ان شاء الله ان شاء الله تبارك الله عليكم نتمنى فعلا ان الفيديو ديال اليوم تكون مفيده لكم نخليكم انا هنايا في امان الله على بروشين فيديو ان شاء الله باي باي والسلام عليكم. ما تنساوش تزورونا على لابليكاسيون طبخ ووصفات باش تستافدوا من كل هاد الوصفات اللي كاينين في لاشين ووصفات اخرى متنوعه وممكن كذلك تبارطاجيو معنا الحداقات ديالكم وذلك باقتراح الوصفات ديالكم.